كريم دخل عليكم ان شاء الله ربي بالصحة والسلامة والعافية. اليوم جيت باش نقدم لكم واحد ميني بطبوط اللي هو المقادير ديالو بساط، ما كيحتاج لا دلك لا عجن لا شي حاجة. فيه 3 كيسان ديال العنبة، ديال الدقيق الابيض، وكأس ونصف ديال الفينو، ومعلقة ديال خميرة الخبز، خميرة فورية، ومعلقة ديال السكر سنيدة. هذا بغيتو تستبدلوه بالعسل ماشي مشكله الدنيا هانية. ومعلقه ديال الزيت، زيت بلديه، زيت الزيتون، وملح حسب الذوق، والماء دافئ للعجن. ملي حاولوا تشربوا ما تعدلوهاش قدام الخميره. ونبدأ على بركة الله. هذا الكاس اللي عبرت به الطحين والفينو، بعد ما عجناه وخليناه يرتاح الثمن ديال نصف ساعة، مغطي بكيس بلاستيكي، غنشبرو غنخرجو من ديك الهواء اللي فيه، ديك الفقاعات الهواء اللي فيه، وغنمرو باش نشكلو. التشكيل ديالو ساهل، ما كيحتاج لا طابع، تشكلو بأي شكل بغيتي. غير بقطعة بيتزا كتقطعو بأي شكل اللي بغيتي. بعد ما طلقناه في مطلق، زدنا له شويه الحب ديال السوداء، غنحاولوا ندخلوها فيه يعني المنظر وصافي، ولا الذوق يعني، هذه اضافه اختياريه مني، وكل واحد الذوق ديالو. الان نمر الى تشكيله. نشبروا قطعه بيتزا اللي كتقطع بيتزا، نقطعوا بها. يمكن لك
يمكن لك تقطعه الى مثلثات او الى مستطيلات او الى مربعات، يعني الشكل اللي بغيتي ديري يمكن لك تقطعه به. كما هو موضح في الصورة، يعني اي ديكور بغيتي تقطعه به. كيحتاج لطابع لا تعدلو مدور، يعني اللي بغيتي الشكل اللي بغيتي عدلو عدلو. الآن سوف نمر إلى مرحلة الطي، وهي مرحلة سهلة. أهم حاجة خاصة تكون عندنا البوطة، خاصة تكون عندنا بوطة مجهدة، وتكون عندنا مقلة مكعدة للسقش. أو هانتوما كتشوفو خاصنا نبقاو نقلبو فيهم باش كما كيتحرقوشي، باش حنا كنقلبوهم مكيتنفخو، يعني كيجيو مزيونين كيجيو منفخين أو كيجيو خاويين من الداخل، مكيجيوش عامرين باللبابات الخبز من الداخل، كيجيو غزيورين ما شاء الله. هادي بالنسبه لديك الجوانب اللي شاطو لي عاودت من فين الضبطه كثيره. كتشوفوا الشكل ديالك كيفاش كيجي، خصك تبقى تكون مقله سخونه وانت كتقلب وكطيب. الان حبيباتي سوف نمر الى الحشو. الحشو كيبقى حسب اختيار وحسب الذوق، كل واحد والذوق ديالو، ولكن انا قررت نقترح لكم هذا الحشو اللي هو سهل جدا واقتصادي. فيه زيتون صغير مقطع، زيتون اخضر مقطع عفوا، فيه جزرة محكوكة، فيه التون يعني الزيت مع المزماد مقطرنا منو الزيت، وهنايا معلقة ديال الزيت الزيت بلدية مع شوية ديال المليحة وشوية ديال الابزار مخلطين، فيها بيضة محكوكة عفوا، في معلقة ديال الكيتشوب معاد معلقة ديال الكيتشوب كبيرة، وعلى حسب الذوق ديالكم. فيه بيضة مسلوقة محكوكة، وفيه بطاطا اللي سلقناها مع شوية ديال المليحة، بطاطا مرحلة ديال ما تصورت ليشي. صافي هادشي يعني اللي في هاد الحشو، ساهل جدا واقتصادي، والحشو يعني كيستعمل لحسب عدد أفراد الأسرة وصافي. الان انتما كتشوفوا خدامين كنعمروا ميني بطبوط ديالنا بالحشوه ديال اللي وجدنا معكم، وكنتمنى قلبي هادشي يعجبكم من الاعجاب ديالكم. والى عجبكم هادشي ما تنساوش دعموني بلي لايك وتابوناو معايا في القناه وتبارطاجيو فيديو شهيه طيبه.